تحديدا ان تقريبا في الساعه 9:30 صباحا اتوبيس احد الحافلات الاجرى اللي بتنقل من مدينه ميتغمر لمدينه المنصوره كانت محمله بالركاب، وهو تعداد الكراسي في او المقاعد في الحافله بيبقى تقريبا 33 كرسي بالظبط، بس هو طبعا الشهود قالوا كانوا اكتر من كده لان كان في ناس واقفه وكان في ناس واقفه كمان بجوار باب الحفل. اللي حصل ان طبعا احد القائدي السيارات كان بيحاول المرور وبيحاول تخطي العربه المجاوره ليه، حصل ما بينهم ان هو جنح ناحيه الحافله اللي كانت بتنقل الناس من ميت غمر للمنصور، ادى الى اختلال عجله القياده في يد السائق ونزل بالفعل في الرياح التوفيقي او ترعه المنصوريه كما يطلق عليها. طيب سيد محمد، يعني الجهود ما زالت قائمه في انتشال المتضررين جراء هذا الحادث، يعني هل هذا يعني ان ربما الاعداد مرجحه للزياده؟ هو بالفعل انا عايز لكن تم بالفعل زيادة عدد الوفيات إلى 19 وفاة والمصابين كمان دلوقتي هم المصابين ما زالوا 6 لحد دلوقتي، طبعا هم دول اللي تم إنقاذهم وكلهم بالفعل تم نقلهم لمستشفى أجل المركزي باستثناء حالة واحدة تم نقلها لمستشفى ميت غم يعني لوجود كسور شديدة فيها، فتم نقلها لمستشفى ميت غم عشان هي أقرب لموقع الحادث يعني من منصور. طيب اذا لما عدد الوفيات زاد ل 19 نعم، وطبعا محافظ الدقهليه من الصبح طبعا فور الاخطار طبعا انتقل هذه النقطه سوف نتحدث بها معك بتفاصيلها، يعني ماذا عن جهود فرق الانقاذ سيد محمد؟ هنالك اشاده بسرعه توجهها الى مكان الحادث. حقيقي النهارده كان على يعني تقريبا الاهالي كانت بتحاول تنقذ وما يعني ما لحقوش، ولقوا ان قوات الانقاذ النهري بالفعل وصلت بسرعه كبيره جدا وكانت موجوده بالفعل، وتم انتشال طبعا تم انتشال الضحايا كلهم، لكن طبعا كان في ناس ما يعني كان في ناس كمان قفزت قبل الباص ما ينزل في الرياح او في الميه، يعني كان في ناس قفزت وهم دول تقريبا اللي بيتداولوا الشهادة، وهم دول قالوا الناس شهادتهم عن الوضع يعني. بس طبعا في برضو منهم اتصاب جراء من الحافلة يعني. طيب وسائل اعلام مصرية سيد محمد تحدثت عن وجود ربما اطفال بين الضحايا، صحيح؟ هو حضرتك بالفعل في طلبة تتنقل من الميت غمر للمنصورة، وبالفعل كان في طلبة، الاعداد بالظبط لسه طبعا يعني لم تفسر مين في قد ايه عدد الطلبه وقد ايه عدد الكبار، لكن هو ان شاء الله سبحانه وتعالى طبعا هنوقف في تغطيات لاحقه يعني، انما هو دلوقتي الوفيات زادت ل 19 وفاه والمصابين ما زالوا 6 وجاري انتشال باقي طبعا ضحايا. انا توقعي انا ان هيكون في ازيد من كده في الوفيات لان في ناس لسه ما طلعتش يعني، لان هو عدد المقاعد 33 وكان في ناس واقفه، فالموضوع انا متوقع ان العدد يكون قرب ال 40 يعني. نعم. السيد محمد كشك نائب رئيس قسم المحافظات بجريده الفجر، شكرا جزيلا لك.